قلت له يا محمد قلت ما كتسوي فينيش في يوتيوب صافي ابو ابونا بات رايدر واش الدراري معاكم بات رايدر على فيديو جديد نتمنى تكون مزيان نتمنى كلشي يكون لاباس الرجوع نعم ما كانوا عندي امتحانات ما كان عندي الوقت لا نصور لا نعيديت لا الفيلمي لا والو قسما بالله الا حتى الكاميرا ما بقيتش كنديرها في الكاسك لان ما كانش عندي القرايه بزاف كنت كنضرب كاسك ديالي كنمشي للمدرسه كندوز امتحان كنرجع للدار كنحفظ هادشي اللي كاين ما توحشكم بزاف غبش عليكم جوج سيمانات نو فيديو نو اخبار نو والو فرجعنا من جديد دابا الحاج دابا خوكم سالي اراك لي فيديو اراك التحديات اراك كلشي فنتمنى فيديو ديال اليوم كوم خليكم مع الفيديو تشاو عرفايا من عائلتكم بونجور إليد لاغيني هي في الصراحة قم معاتني أنا ولكن دور شال براش خلعات هنا مازال ما كملوش الخلاص هنا كملوه هنا مازال هنا كملوه هنا أنا كمشي ما بيناشو ابتداء من هاد السيمانة غيبداو فيديوهات هربانين غيبداو تحديات غيبداو لي كيو ان اي غيبدا كلشي اي واحد عنده شي فكرة ولا باغي شي فيديو ولا باغي شي كونسيبت بغاني ندوي عليه ولا نديرو يخليه في كومونتير على الاشراف لا اقول الحاج هادشي ما والو الحاج الحاج ما والو الله يخليك حق بيرمي كدير واحد السون بحال هكا ايوا عندك طيها عندك بعد كدير هكا كدور 8 جون كتعاود دير 8 جون 8 جون 8 جون ها انت خدي شي البيرمي كدير هذا هوبلا الناس اللي كيفكروا يدوزوا البيرمي ولا باغيين يدوزوا ولا باغيين غير يعرفوا داكشي الاجواء ديال البيرمي كيفاش كدوز نقدر ندير لكم فيديو عليها خصيصا فيديو ما طويش جوج حتى 3 دقائق كيفية اجتياز رخصة السياقة على طريقة الباترايد ساعات ديريكسيون مريصة مع الكحلوش قال لك باغي يضرب الحوت قبل ما يمشي فنديو مسكين ياكل الحوت باش يرجع لبلادهم يقول لهم راه المغرب عندهم حوت عظيم ناسهم ظريفين كيديو لينا كل الحوت هادشي اللي كاين عشان تا قاوت مع بوب خوش هاد العزوادة قهرني في صحشي تسخار القراية الحوج والتون سيشو باب 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 هاش ايه هوبلي هوبلا سوري 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 شو ورق اف زيت سيس ها ما موتو والله لا اف زيد 6 كنت قايلها بالضحك في البداية عالم العشران شونجمون دو بلون غادي نبدلو الوجهة ف كنا غاديين عند الدراري دايرين معاهم في عند دياب عيطنا المرة الأولى الثانية الثالثة الخامسة عيطنا 27000 مرة حتى واحد ما جاوب واخا عليكم باش تشوفوا الفيديو الثاني فمشيو نقصيو اصلا هادي الجوج غنمشيو نقصيو وديك الساعة اش من نكونو راجعين لا كانو تما نجيو نريحو معاهم شوية الدراري حنا قربنا للمريسة الناس اللي باغيين يجيونا ولا باغيين يعرفونا فين حنا خويا لاماريس 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 جيت كريزي بارك كدور معاك اشنا غادي دور غتخرج معانا في المريسة فحنا وصلنا فرحان جي كونتون واه جي سو كونتون اش بناك تضرب الحوت وي مي اون افيد كيلومتر فين ما جي سي كيلومتر امك اللي مخلصه ليسانس نو نو
الدراري غناخذوا الحوش ديك الساعات غادي نشويو تما. والله حقك حبيب انا ناخذ هذوك ساعه من صحاب درب غلط قلت لك ناخذ الحوش ونديو شو لينا شي مال الشراش. عطيه هذيك عطيه هذيك شويه فيها لا صافي. راه شي باجوك نيكا شوف السردين يس ها يس كيلو السردين ما كنضرب معاك في الثمن. عطيتكم الحوش حره عطيتكم بواسون رويال. الله يرحمكم. عطيتكم المرنه عطيتكم هادي وعطيتكم باجوك صافي. بارك الله فيك وبالحاج قول اضرب مال اليوم يخرج لي الحوش من نيفو سي بون. العشرين ضربنا الحوش كرت الشبعات الحمد لله. ف عزوه كل الحوش شكرا فلاش سي تي بون بيان سور ميرسي كي بات رايدر. ف ضربنا الحوش العشرين الحمد لله. اي تخسري تخسري اي تخسري. فالحمد لله حنا كنا في المريصه ديال الطماريس ضربنا الحوت شويه كذا اللوين فرحان. ف تلاقاو في البحر شو هانتوما الدراري ديال تصحلو با عدنا اليكم الدراري كاين الحوت شاف داكشي بنين الحمد لله. عرقنا صراحة جانا كنت موحش بحال هاد البلانات شحال ما جيت للمريصة ضربت الحوت مزيان مرة مرة الواحد هادشي اللي كاين صداع كيف ما قلت لكم الفيديو ديال اليوم غير باش نقول لكم انه رجعنا اخونا طاحت ليه كاسكيطة هوم هوم دولي ليكم فيديو ديال اليوم غير باش نقولوا احنا رجعنا للفيديوهات وما كاين غير الفيديوهات والفيديوهات. حنا جينا للبحر ضربنا الحوت قال لك كملنا الحوت نجيو نكملوها في البحر العشرة. الحياة حلوة هرام المطر بوغوس نجيو هنا نضربو شي تلاهية الدراري ما عرفتش الريال يشوفوا الفورمة شباطو حريح صاحبي يضربوني بالعين اللي راه يكون فلاشين ولا لا؟ قول لهم حبيبي قول لهم خليهم سيربرايز ولا عرفتي شنو خلي السيربرايز سيربريز صافي تيتفاجئوا شوفوا سيربريز. مكانش فيديو طويل ف كيف ما قلت لكم غير الرجوع الى الميادين. ف نتمنى الفيديو يكون عجبتكم ونقول لكم الى القريب القريب العاجل ان شاء الله. خليكم في امان تشاو.